تتعرف على المنطقة الخضراء. هي واحدة من بين منطقتين أساسيتين في كوب 28. تمثل المنطقة الخضراء مساحة العمل المفتوحة أمام القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، وتضم 9 مراكز هي: مركز تحول الطاقة، مركز المعرفة، مركز تمويل المناخ، مركز التكنولوجيا والابتكار، قرى الشركات الناشئة، المركز الإنساني، مركز الشباب، مركز التعليم الأخضر، مركز التأثير. تعرف أكثر على المنطقة الخضراء بالتسجيل من خلال الرابط للحصول على الQR. تستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر 2023 يومياً ما بين 10:00 صباحاً و10:00 مساءً.